أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السبيشال. النهاردة هنبدأ مع بعض بالفقرة الإخبارية: الأهلي يقرر الاستغناء عن أحمد فتحي بعد إصراره على عدم التجديد للنادي رغم رفع العرض المقدم له حوالي 7 مليون جنيه في الموسم الواحد. بعد مسيرة ناجحة للاعب صاحب ال 34 عام مع القلعة الحمراء تخللتها عدة محاولات غير ناجحة من جانبه الأوروبي للاحتراف الأوروبي، أحمد فتحي انتقل إلى الأهلي عام 2007 بعد أقل من 8 شهور من رحيله عن النادي الأصلي الإسماعيلي ذاهبا إلى شيفيلد يونايتد الإنجليزي في يناير من نفس العام قبل أن يقرر العودة إلى مصر مجددا، لكن إلى نادي القرن الإفريقي الذي حقق معه العديد من الإنجازات والألقاب أبرزها بطولة الدوري والكاس ودوري أبطال إفريقيا. وفي الزمالك هدد مرتضى منصور مدرب الفريق إيهاب جلال بإقالته في حالة الخسارة من الأهلي في قمة مباريات الدوري المقرر لها الخميس من ختام الجولة 23 من المسابقة. وعلى الصعيد الأوروبي، ريال مدريد يدخل في مفاوضات مع المدير الفني الألماني يورجن كلوب لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، رغم عدم إبلاغ رئيس النادي فلورنتينو بيريز المدرب الفرنسي بقرار رحيله عن الفريق. ونرجع لنجمنا محمد صلاح اللي بيسجل هدفه رقم 19 أوروبيا وأصبح على بعد 3 أهداف بس من رقم الجزائري رابح ماجر الذي سجل 22 هدفا أوروبيا ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا في البطولات الأوروبية عربية. دي كانت أخبارنا النهاردة شوية، وهننتقل النهاردة البرنامج مع ضيف مميز جدا، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. كارو ميدي سكول 2018، تقديم النشرات الإخبارية، تقديم برامج السيارات، تقديم برامج الأزياء، تقديم البرامج الكوميدية، تقديم برامج كرة القدم، الإعداد التلفزيوني، كتابة السكريبت، Color Grading Strategy، Cinematography، الشركاء. رجعنا لكم مرة تانية، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مميز جدا: الثورة. الثورة هي تغيير الوضع الراهن بسبب الشعور بعدم الرضا أو التطلع إلى الأفضل. والثورة دي حاجات كتير جدا: في ثورة سياسية، في ثورة اقتصادية، في ثورة على المحمل العلمي أو التكنولوجي، وفي ثورة إعلامية. والثورة الإعلامية النهاردة اللي بنتكلم عليها هي ثورة الإعلام الرياضي في مصر اللي عامل طفرة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة. النهاردة هنناقش الموضوع ده مع الإعلامي المميز مدير تحرير يلا كورة كريم رمزي. بداية كريم، خلينا أسألك الأول، البداية كانت عاملة إزاي؟ لأن دايما الانطلاقة هي الأصعب، والانطلاقة في أي حاجة وهو وضع حجر الأساس هي أصعب حاجة ممكن تواجهها، خصوصا أن أنتوا بدأتوا في فترة قديمة قوي، من بداية تقريبا موقع تأسس سنة 2001، والبداية دي اللي ما كانش فيه سوشيال ميديا، قدرتوا ازاي توصلوا للناس وتجذب القارئ من الصحف للموقع بتاعتكم؟ زمان كان الناس شوية بتعرف الويب سايت من المنتديات، من الفورمز، من بعض الأصدقاء. دلوقتي يمكن المواقع بتعرف أكتر من السوشيال ميديا، من على الفيسبوك، من على تويتر، لكن يلا كورة من المواقع اللي اتعرفت من الاصدقاء. يعني انت فاكر انت زمان احنا اول ما بدانا كنا بنمسك او مش نمسك المباريات، الاجهزه الكمبيوترات، كنا بنبص على المواقع بيبقى فيه 2 أو 3 أو 4 مواقع بالكتير قوي. المواقع المصريه منها مثلا ممكن تتكلم في موقعين رياضيين ومواقع سياسيه او اجتماعيه او مواقع اخرى يعني، فكان مواقع قليله جدا، فالناس عرفت يلا كوره وقتها ومشيت معايا بعد كده. يعني السنين دي كلها الناس ارتبطت نفسيا ومعلوماتيا من التعامل معي، أصبح مجرد مصدر أساسي بالنسبة له، بعد ما كان زمان كلنا يا دوب يا بنستنى الجرنان أو برنامج أسبوعي. النهاردة الناس هي بتروح ليلا كورة أو بتروح للمواقع الإلكترونية بنفسها. بس أنا ساعات بحس إنها بالنسبة لكم مش مجرد شغلانة، أنا بحس بالنسبة لكم إنه هو مشروع تغيير عقلية المشجع المصري أو القارئ الرياضي في مصر عموما، بعد ما كان الإعلام مجرد حاجة نمطية، برنامج ممكن يتشاف في الأسبوع وكان إعلاميين محدودين جدا. النهاردة أنتوا دخلتوا حاجات كتيرة جدا، مش مجرد الواحد ممكن يشوف جوان على التلفزيون، النهارده في تحليل، في حاجات ترفيهيه. الافكار دي بتجيلكوا يعني انتوا فعلا ده مشروع انتوا بتطبقوه، او في حاجه انت عايز توصلها رساله؟ خد بالك انه الناس اللي بتشتغل في الصحافه الرياضيه تحديدا هم بيحبوا الكوره، يعني بيحبوا الرياضه وبيحبوا الكوره تحديدا. فطول ما انت بتحب شغل انت بتعمله، ده دي القاعده العامه، يعني طول ما انت بتحب شغل انت بتعمله انت بتبدع فيه.
فانت بتتكلم في مجموعه من الشباب طول الوقت بيحاول يبلغوا طول الوقت، كل واحد فيهم بيفكر في نفسه في المكان اللي بيشتغل فيه، فطول الوقت بيحاول يطلع افكار كويسه. ده يتسق مع فكره التطور طبيعي جدا في وسائل الاعلام. بتكلم في من زمان اول ما كان بيتكلم على الراديو والتلفزيون الصحف الورقيه، دلوقتي بنتكلم على المواقع الالكترونيه. فانت واقف في الحته الطبيعيه في الوقت دوت من التطور الطبيعي لشكل وسائل الاعلام. بس دي برضو حاجه مش يعني حاجه مش سهله بالنسبه للناس. يعني انا عايز اوصل للناس بما ان انا ابتديت بكلمه الثوره، فبرضو مصر عاشت في وقت الثوره حاله صعبه سواء سياسيا او اقتصاديا، كان في مشاكل بتواجه الناس كتيره، في حاجات كتير مشاريع بتفشل، مشاريع ما بتكملش. حتى على الصعيد الرياضي في مصر احنا وصلنا ان الدوري توقف، والدوري كونه يتوقف ده بالنسبه لك العمود الاساسي اللي بيقوم عليه المشروع بتاعك. صحيح. فانت ازاي في الفتره دي قدرت ان انت تصمد، خصوصا برضو في مواقع تانية منافسه او مواقع تانية زميله المواقع دي ما كملتش؟ ازاي بقى انت كاداره او كاداره ليلا كوره ان انت قدرت تصمد في الفتره دي؟ ده يتوقف على فكره انك تبقى موجود في مؤسسه كبيره، المؤسسه دي تقدر تسندك في وقت ممكن يبقى صعب على البلد كلها زي ما انت اتكلمت. ده كمان يرجع للنقطه الاولانيه خالص، انه الناس ارتبطت مع يلا كوره، ما كانش محتاجين السوشيال ميديا يوصلهم بيلا كوره، الناس بتصحى من النوم تخش تشوف الاخبار من على يلا كوره. هنتكلم ان المواقع الكبيره بتفضل طول الوقت مسنوده حتى لو في حصلت تغيرات سياسيه او اجتماعيه. ده حصلت ليه مع يلا كوره، ليه مع في الجوله، ليه مع بعض المواقع السياسيه القليله. المواقع الكبيره اللي مسنوده على شركات كبيره هتلاقيها لسه فضلت واقفه رغم كل الظروف. وبمناسبه بقى التطور في الاعلام الرياضي المصري، زمان كانت الكوره مجرد للراجل بس. تمام. لغايه ما الكوره بعد كده النهارده دخلت المراه ليها دور فيها. صحيح. والمفاجاه ان المراه بدات مثلا دخلت في اطار التشجيع، ودي حاجه شفناها في الكرنفال بتاع 2006 في كاس افريقيا المنتخب، ودخلت في اطار التشجيع. لكن النهارده في التطور بنفاجئ ان مش مجرد ان هي بتخش الاعلام الرياضي كمحاوره او مذيع، النهارده بيطلع لنا نماذج في برامج ناجحه انها محلله. كنت عايز اعرف راي حضرتك في موضوع زي ده، خصوصا ان احنا كرجاله ممكن تفتح التلفزيون تلاقي واحده ست بتعلق او بتحلل على ماتش تقوم قالب ايه ده انت بتتكلمي ليه مثلا مكانك مش هنا. صحيح. اكلمك بصراحه. تمام. مذيعات رياضيات واضح انه في مذيعات اشتغلوا بشكل كويس جدا، لكن تجربه التحليل للبنات ما اثبتتش نجاح لحد دلوقتي. ممكن يكون في مواهب، ممكن بتكلم في مش يعني ما اقدرش اقول لك في اسم واضح انه نور في التحليل الرياضي بالنسبه للسيدات، ولكن في كمذيعات لا. لكن مؤيد لحاجه زي كده انها تظهر في مصر؟ ما اصلا ما فيش مشكله، يعني ما فيش حاجه تمنع بشكل واضح ان يبقى في مذيعات او محللات مصريات. تمام. لو في اهلا وسهلا، لكن لو ما فيش حد موهوب هي الفكره انك ما تسكنش وخلاص. طب قبل ما نخش على اخر حاجه بسرعه جدا، على احنا داخلين على مونديال روسيا، وبما ان حضرتك معانا عايزين نطمن القارئ للموقع بتاعك، انت هتنقل لنا الاخبار من هناك ازاي، خصوصا ان في مشكله كبيره جدا زي حقوق البث؟ يا ترى هتوصل مجرد اخبار، هتعرف توصل لنا مثلا اجوان في صور يعني ايه خطتك لمواجهه مشكله زي حقوق البث دي؟ زي كل بطوله يلا كوره عندها تغطيه خاصه للبطولات، هيكون ان شاء الله في حد بيغطي من كاس العالم من هناك، ينقل الاوضاع، ينقل الكواليس، ينقل الاحداث، يقدر يعمل لقاءات، يقدر يقول للناس اللي ممكن يحصل خارج مباريات كره القدم اللي انت هتشوفها على الشاشه مفيش مشكله. الحقوق دي حاجه عالميه، يعني طبعا طول الوقت احنا بنحاول نشوف لها حلول، ولكن حقوق البث سواء على التي في او على الديجيتال دي كلها امور ليها علاقه حسابات عالميه دلوقتي. زمان كان لو تفتكر المواقع او المنتديات بتاخد اي فيديو هي عايزاه بتنزله، ما كانش حد بيحاسبك، دلوقتي لا في حساب. تمام. بما اننا اتكلمنا عن المونديال، معانا المراسل وزميلنا احمد شقيري هناك من الجونه بينقل لنا المهرجان بتاع وصول كاس العالم لمصر. ايوه يا احمد، ازيك يا احمد؟ ازيك يا حسام، شكرا لك زميلي حسام ولضيفك الكريم كابتن كريم رمزي. اعزائي المشاهدين من الجون، حيث احتفالات والاستعدادات الاخيره لوصول كاس العالم لمصر لمده يومين في احتفالية كبرى في أحد فنادق الجونة الكبيرة، حيث هذه الاحتفالية التي تقام على مدار يومين بحضور نخبة من كبار الفنانين مثل الفنان عادل إمام، الفنانة يسرى، وأيضا بعض كبار رجال الدولة مثل وزير الشباب والرياضة دكتور خالد عبد العزيز، أيضا بعض المشاهير زي دكتور زاهي حواز وزير الأثار الأسبق، دكتور مجدي يعقوب. هذه الاحتفالية التي تقام على مدار يومين متتاليين في رحلة مطولة لكأس العالم لأكثر من دولة من ضمنها مصر. هذه الاحتفالية ستنتهي بعد غد إن شاء الله، وبعدها سيذهب كأس العالم إلى لبنان وينطلق إلى مسيرته. تمام. عودة لك زميلي حسام ولضيفك الكريم.
شكرا عزيزي احمد. دي النهارده كانت حلقتكم معانا، اتكلمنا عن الثوره، ده جزء منها الثوره الاعلاميه الرياضيه في مصر. هنكلمكم ونرجع لكم بعد الفاصل نكلمكم عن تحليل ماتش تشيلسي وبرشلونه مع المحلل كريم رمزي. كارو ميدي سكول 2018، تقديم النشرات الاخباريه، تقديم برامج السيارات، تقديم برامج الازياء، تقديم البرامج الكوميديه، تقديم برامج كره القدم، الإعداد التلفزيوني، كتابة السكريبت، Color Grading Strategy، Cinematography. الشركاء. ورجعنا لكم مرة تانية وهنبدأ مع بعض التحليل مباراة تشيلسي وبرشلونة. 1-1 كانت النتيجة النهائية لمباراة الذهاب لدور الـ16 في موقعة الستانفورد بريدج. ده اللي هنستعرضه مع بعض النهاردة مع محللنا كريم رمزي. نبدأ الأول باستعراض تشكيلة الفريقين مع بعض. ده كان فريق برشلونة في الداخل، لكن هو مع بعض بدأ فالفيردي المباراة بتشكيلة 4-3-3 على الورق، ولكن في نفس الوقت لعب قدامه كونتي. كابتن كريم لعب قدامه بخطة 3-5-2 على الورق، لكن او 3-4-3 على الورق، لكن اللي اتطبق على ارض الواقع ساعات بقتنع ان ممكن يبقى حاجة تانية خالص. يعني انا شفت مثلا ان انا شفت ان هو بدأ باولينيو على الجناح اليمين، انيستا على الجناح الشمال، فمفاجأة كانت بالنسبة لي ان باولينيو يلعب في مكان زي ده. عشان كده كنت ساعات بحس هل دي مثلا 4-3-3 فعلا ولا هو لعب 4-4-2. بص، فالفيردي دايما بيحرك زي ما احنا كنا بنتكلم حتى قبل كده، انه في الامور التكتيكيه هو بيتغير كتير عكس برشلونه التقليدي. زمان احنا بنتكلم زمان برشلونه كان بيبقى 4-3-3 لو تفتكر، في وجود نيمار سواريز وميسي مع راكيتيتش وانيستا وراهم بوسكيتس. دلوقتي مع وجود باولينيو كمان اللعيب اللي بيلعب دور تكتيكي مهم جدا في بجوار راكيتيتش، انيستا شفناه معظم المباراه كان بيلعب في الليفت وينج، المكان اللي كان بيبقى موجود فيه نيمار، المكان اللي دايما فيه عامل مشكله لبرشلونه. شويه كوتينيو لعب فيه، شويه ديمبلي لعب فيه، انيستا ابدع فيه في مباراه ستانفورد بريدج، ابدع فيه في المباراه جدا. لكن انا لاحظت ان هو كان فيه بسبب الزحمه الكبيره جدا في مكان تشيلسي، حسيت ان دايما فالفيردي حاول يواجه الموضوع ده بدور اللي باولينيو، ان هو يحاول زي ما هنشوف معانا ان هو باولينيو زي ما احنا شايفين دخل منطقه الجزاء. لما دخل منطقه الجزاء بيحوله من ان هو كان بيلعب على الوينج اليمين ان هو يخش في العمق جوه عمق دفاع تشيلسي كسكند سترايكر تحت سواريز مع بعض. صحيح. ده حاجه كانت فكره، هل انت كنت شايف هي كانت موفقه ان هو يحل المشكله دي ولا ما يحلهاش؟ الكثافه الهجوميه لبرشلونه في المباراه كانت واضحه جدا. باولينيو يمكن ده من الادوار المهمه جدا اللي بيعملها حتى في الدوري. باولينيو مش لاعب وسط التقليدي، باولينيو من اللعيبه اللي بتزيد بشكل كويس جدا، وده يرجعك ان اختياره للانضمام لبرشلونه كان اختيار موفق جدا من فالفيردي. لعيب مهم جدا وادى دور تكتيكي في المباراه بشكل كبير. لكن كنا دايما بنلاحظ ان في عجز في الهجوم بتاع كاتالونيا او بتاع برشلونه في لما يجي يواجه ان دايما اي لعيب سواء باولينيو او كان سواء انيستا ان هو اول ما بيستلم الكوره على الجناح بتلاقي ان الونسو بيخش عليه يضغط، بينزل له في نفس الوقت من هنا فابريجاز وبينزل هنا وليان، فساعتها طبعا فيكتور موسيس من هنا كمان كان بيقفل ناحيتين. يعني كل دول بيعملوا الكثافه الدفاعيه لتشيلسي على الفريق، هي اللي عملت الازمه ليه، فهو ما عرفش يواجه بالشكل ده. صحيح. ساعتها كان بتهل بيبقى فيه ساعات اوامر من فالفيردي، هل تتوقع ده بالمسانده الهجوميه ان تقدم بوسكيتس وراكيتيتش مع بعض ان هم يزيدوا بدل ما يبقوا في نص ملعب برشلونه ان هم يخشوا على نص ملعب تشيلسي؟ راكيتيتش كان بيضم كتير جدا مع باولينيو خلف ميسي وسواريز وانيستا، راكيتيتش عمل كثافه هجوميه كبيره لبرشلونه، ده الدور اللي بيعمله دايما راكيتيتش. بوسكيتس لحد كبير كان بيحاول يلتزم بالدور الدفاعي، خاصه في وجود ايدن هازار اللي كان بيلعب مهاجم في معظم احيان المباراه. بيدرو كان بيلعب بالظبط، يعني الناس استنوا ان يشوفوا بيدرو مكان هازارد هنا وهازارد هنا، لا بيدرو كان بيلعب ليفت وينج وهازارد هو اللي كان بيلعب قدام شويه. استغناء كمان كونتي عن مراتا كان مفاجاه كبيره جدا، واعتبر انه مشاركه مراتا في المباراه كان يعتبر انتحار فني. انا اظن ان كونتي ادار المباراه بشكل مميز جدا. في اللقطه بقى اللي هي اللقطه اللي جه منها الجون وكانت الحاجه الموجوده، المساحه دي كلها المساحه اللي في ظهر بوسكيتس وراكيتيتش بتاعتهم، وليان هنا ابدع في المساحه دي ان هو عرف يستغل المساحه دي ان هو عمل منها خطوره، ان هو ان هو جاب منها 3 فرص محققه وجاب منها الكورتين في العارضه. صحيح. وجايب في نفس الوقت الكوره بتاعت الهدف، وايدن هازارد نفسه ليه شوطه في اخر الشوط الاولاني من نفس المكان. مظبوط. هل المكان ده انا شفت ان طول ال 90 دقيقه فالفيردي ما عرفش يواجهه. السحبه اللي سحبها كونتي للاعيبه برشلونه
هي اللي عملت كده. كل دول كانوا بيجروا ورا الكوره، بقى بوسكيتس هنا عريان لوحده خالص دلوقتي. يعني انت اللقطه بتاعه الهدف بتاع تشيلسي عشان نشوفها على الشاشه. تمام. فخلى دايما الحته دي اللي هي خلف خط دفاع برشلونه مع بوسكيتس، هنا بقى فيه فراغ طول الوقت. دلوقتي ده بيلعب فيه ويليام كان بشكل كويس جدا، بيدرو كان بيلعب فيه بشكل كويس جدا، وهازارد زي ما انت قلت اتيحت له فرصه مع نهايه الشوط الاول من نفس المساحه. كنت اتعامل بقول لك مع المباراه التكتيكيه بشكل زي جدا، ما حاولش ياري برشلونه هجومين ولكن بيسحبهم بشكل كويس قوي. لكن بعد الهدف مباشره حصلت حاجه كانت اللي هو الرد الفعل السريع جدا لفالفيردي بسحب باولينيو خارج الملعب تماما ونزول أليكسيس فيدال. هل ده غير التشكيله اللي انا كنت مثلا انا شايفها انها 4 4 2؟ هو فعلا عرف يحاول 4 3 3 زي لما نزل أليكسيس فيدال. انا شفت ان هو نزل التشكيله ان هو قلبها 4 3 3 تمام مع ميسي، ان احيانا ميسي هو اللي يبقى في النص ويبقى سواريز على الليفت وأليكسيس فيدال في اليمين، بحيث ان هو يوسع ملعبه اكتر، بحيث بيحصل زي توسع او يحصل يعرف يفتت الخماسي الدفاعي بتاع تشيلسي. وده اللي حصل بالفعل. ده اللي حصل بالفعل. فالفيردي مدرب قرا الماتش كويس، باولينيو لعب له الدور اللي هو كان عايزه في الشوط الاول، الشوط الثاني كان محتاج يبقى عنده كثافه هجوميه اكبر. ده الهدف اللي انت كنت بتتكلم عنه اللي فيه في فراغ في وسط ملعب برشلونه دايما في الكور اللي بتبقى موجوده خلف دفاع برشلونه. بص دايما الحته دي فاضيه، دايما عندهم مشكله فيها، يا اما كلهم بيتراكموا ورا خالص، يا اما في الهجمات المرتده اللي كان فيها كره في القايم لويليام في الشوط الاول كان واضح جدا ان اللاعب تراكتش كان قدام متقدم جدا هو باولينيو، ده اللي سبب المساحه. تتوقع ان نتيجه العوده كده اتصعبت على تشيلسي؟ تشيلسي هيبقى مضطر يهاجم في الكامب نو. يعني انا اظن اكتر احلام او اهم احلام كنت انه كان يروح هناك يدافع بشكل كويس جدا، دلوقتي هو مضطر يهاجم عشان مضطر يسجل اهداف. نتيجه 1-1 هتخليه لازم يسجل اهداف لو كان بيحلم للصعود. بالتاكيد مباراه صعبه على تشيلسي اكتر من برشلونه. تمام. انا استمتعت جدا بالحلقه مع حضرتك النهارده، اتمنى حضرتك تكون استمتعت معانا جدا. استمتعت جدا. شكرا اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده مع ضيفنا العزيز الاعلامي الكبير كريم رمزي. نشوفكم في حلقه بكره ان شاء الله. مع السلامه.